بسم الله الرحمن الرحيم. هلا التست الثاني يلي هو حنصور بورتريه العروس مع ستروب لايت. هلا عم بستعمل عدسه كمان لشوف ال 2470 يلي هي الاس سيريز مع الزد 5. عاده لما بنعمل تستات بنحط الكاميرا بوضع كثير صعب. عم نستعمل ستروب لايت، بعتقد عم نستعمل 2 باك ستروب لايت وواحد كمان للخلفيه 3، وهون معي اوكتا يعني 5 فلاشات مع 2 ريفلكتر لنشوف كمان قوه الزد 5 بفرزه للون باستقبال الاضاءه وبالتفاصيل. اذا قال انا تقريبا بأول بيربس لينس اللي هي بنقلها عدسه لجميع الاستعمالات 2470 لاقدر اقطع فيها البورتري. اذا حنبدا بورتري بعدين حنروح فول بادي للعروس. خلينا نشوف. يلا موديل بلش بورتري. 1 2 اعدادات ما هي 1/200 شاتر سبيد ايزو 100 وفتحه 8. ابدا باول بورتري اللي هي الميد. اوكي اذا اول بورتري، ثاني بورتري. اوكي كمان بعدني على نفس السيتنج. اكيد الاضاءه بعمل لها سيتنج اول. عطينا شويه بلو لايت من وراء الخلفيه لنشوف التاثير بكل ضوء. الكاميرا از فيري فليكسيبل بتجنن. حاخذ الطرحه شوي. جريت فيها شوي. فتح العيون. ايوه كمان لنشوف الافكت ورد. ايوه الاوتو فوكس بالكاميرا اخذ سنجل فوكس بجنن. بقدر بطلع اجيب الفوكس وين ما بدي على العين. اعطوني الفوكس على العين. عم بقدر اتحرك بسرعه بس بدايتي النهائي. اوكي اوكي واو. بعد واحدة نزل فتحة واحدة هون. واو اوكي يس. واو بعد واحدة هلن بالدوم. ايوه واو شبك بس اوف اوف على الفوق. اوه 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 خليني نشوف. اوه ثاني لقطة اكشن. حطينا شوية اضاءات مثل ما قلنا. كمان عم نشتغل بستروب لايت، ما بدي اشتغل الا بستروب لايت هنا. بدي كمان كنت افحص الكاميرا بهالظروف كيف بصوروا بورتريه العروس. كمان حنمشي فيهم شوي شوي. كمان حنلاقي الالوان الساتوريشن الكولر السكين تون شاربنس. هون كنا عم نصور بعدسه 2470 لنشوف الكاميرا بكذا عدسه. شفناها بال 2420 اللي هي بتصلح لكل شيء. حتى لما استعملناها بالموديل برا استعملناها ب 2420. نحن هلا عم نصور ب 2470. الصور بتعقد. برجع بفتح شوف الشاربنس، شوف قديش. حتى لو بدي اعمل كروب هيدي تقريبا 200%. لو بدي اعمل كروب حيكون عندي فل ريزولوشن 24 ميجا بكسل روعه. اذا بنشوف الصوره كاملين الصور حنمشي من صوره لصوره ونشوف كيف كله بجنن. حتى الالوان، حتى البياض، حتى كل شيء كثير حلوين. بنوصل لافيات حلوه كثير. هيدا اخذناهم توب 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 كمان من توب. كمان خليني اشوف. شوفوا سكين تون شاربنس
هون كنا عم نستعمل 24-70. شوفوا الكالر سيبريشن، شوفوا الكالر كونتراست.